ندخل في المد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل الفسخ. صحيح ولا لا؟ في الأظهر. فين بقى في الأظهر؟ المقطوعة، القطعة اللي قبليها. الأظهر مقطوعة؟ قطعة. هو الأظهر أن في خيار المجلس والشرط. قال: والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فللملك، فملك المبيع له. يبقى إن كان الخيار للبائع فما زالت في ملك البائع وفي ضماني. قال: إن كان الخيار للبائع فالملك له، فملك المبيع له. وإن كان للمشتري الخيار فالملك له. في هذا لأنه لو قال له البائع اختر أنت فالملك للمشتري. قال: لأنه إذا كان الخيار لأحدهما هو كان هو وحده متصرفا في المبيع، ونقود التصرف ونفوذ التصرف ونفوذ التصرف دليل على الملك. والمعنى بأنه إذا قال له اختر وكان التصرف هنا له راجع له، فيكون التصرف سواء كان البائع أو سواء كان المشتري. ونفوذ التصرف دلالة على الملك، نفوذ التصرف دلالة على الملك. قال: وإن كان لهما فموقوف، لأنهما إن كان الخيار لهما وما أسقط واحد منهما الخيار لنفسه فمتساوي الأمر، فالأمر على التساوي. فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع. يعني ما زال في مجلس العقد وفيها الخيارة فإنه تساوي الأمر في التصرف. فإن تم البيع حصل إيجاب وحصل التفرق، صار الملك بعد ذلك للمشتري. والثاني قال في الأظهر، إذا الخلاف موجود. والثاني أن الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع بالصيغة، لأنه قال يعني أشتري، قال تبيع السيارة 100,000، قال أبيعك السيارة، فقال اشتريت، فحدث الإجاب والقبول. من هذا قال أن الملك المشتري مطلقا لتمام البيع بالصيغة. والثالث أنه البيع مطلقا للصحابة لما كان. والحق في هذا الباب أن الأظهر هو الأصح في المذهب، وأن المسألة على الخيار. إن أسقط البائع الخيار عن نفسه، إن أسقطه عن نفسه كان الملك للمشتري، وإن كان من كان معه الخيار كان معه الملك، من كان معه الخيار كان معه الملك. قال: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهم. النسخ هنا فيها الإجارة، صحيح في المتن هو الإجازة. ويحصل الفسخ والإجازة يعني يجيز البيع. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهم. وكما قلنا أن أصول الشافعية في هذا الباب أن العقود على الظاهر. أصول الشافعية في هذا الباب أن العقود على الظاهر. قال: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما. كان يقول: ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع أو رفعته، واسترجعت المبيع، هذا أيضا فسخ. وفي الإجازة يقول: أجزت، أمضيت، يعني انتهى، أنا وافقت على المبيع أو على البيع. لو نعم في هذا زمن الخيار. قال: ووطئ البائع وإعتاقه فسخ، يعني هنا اختيار منه. وهذا هنا الآن علماءنا هنا الآن في لابد من النظر، لأنهم في العقود يريدون أن الباطل، يريدون في هذا الباب يقولون الباطل لابد له من الظاهر وأنا أحكم به. لذلك بيع المعطاة ليش عندنا لا يصح؟ لأنه البائع لابد أن يكون على اضطراد، والاضطراد عمل قلبي، والعمل القلبي لابد له من إيش؟ من ظاهر حتى نقول إجابة القول موجود وأن التراضي موجود، مفهوم؟ هنا بيقول الآن أنا الباطل عندي في هذا الباب، هناك قرائن تثبته. إذا جاءت القرائن عملنا بها، إذا جاءت القرائن عملنا بها. ومن القرائن الألفاظ، يقول بعت ويقول اشتريت. ومن ذلك أيضا هنا إذا واطئ البائع، يعني هو متصور أن زيد البائع باع أمة لعمرو، وهذه الأمة لها ملاء من المواصفات وحصل إجابة القبول، لكنهما في زمن الخيار، خيار الشرط في زمن الخيار، فوطأه الوطء، وهذا معناه أنه اختار عدم البيع. يعني عنده الأمة، فوطأه للأمة هذا اختيار منه لعدم إمضاء البيع. لذلك قال: وطء البائع وإعتاقه،
وإن كان باع عبدا فأعتقه فعتقه له اختيار منه لإيش؟ لعدم الفسخ. اختيار منه للفسخ. ولذلك في بعض علمائنا يقولون إذا أعتق أحدهما في المجلس ارتفع الخيار، وكذا في إذا أوقفهما فيه، وكذا إذا أتلف السلعة بأي جناية كانت أيضا في هذا الباب، على أساس أنه خيار المجلس لا خيار الشرط فيه. لو أعتق في نفس خيار المجلس فقد اختار فسخ البيع. وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح. وكذا بيعه إذا يعني هو الآن في زمن الخيار في سيارة معينة، قال أبيعها بمائة ألف، قال أشتري، وكان له خيار الثالث اشترط الخيار هناك الخيار في زمن الخيار أو في خيار المجلس، ثم باعه لزيد أو باعه لعمر، باع السيارة جاء يسأل أنا باعها لعمر، بيعه للغير دلالة على اختيار الفسخ مع الأول لأنه مع الخيار. أيضا لو أجره، يعني لو كانت السيارة الآن زيد اشتراها منه مائة ألف وفي زمن الخيار جاء رجل قال أنا أريد أؤجرها شهرا فأجرها عليه، فاختياره للتأجير دلالة على اختيار الفسخ وعدم إتمام البيع. لذلك قال بيع وكذا بيع وإجارته وتزويده. لو باع أمة وزوجها فإنه بهذا اختار الفسخ أيضا. قال في الأصح، طبعا في الأصح إذن فيها خلاف، والثاني لا، لأن الأصل بقاء العقد فيستصبح إلى أن يوجد الفسخ صريحا. والصحيح الراجع في هذا الباب هناك القرائن تثبت صراحة، كما قلنا هو الثاني يعتمد على ما على تأصيل أئمة الشافعية في مسألة الظواهر على العقود في هذا الباب. قال والأصح أن هذه التصرفات أي الوط والإجارة والتزويج من المشتري إجازة، لأن وط البائع اختار المبيع كذا وط المشتري، يعني لو هي الأمة في يد المشتري ووطئها في زمن الخيار تم البيع فقد أجاز البيع. ولو أجر السيارة يبقى إذن أجاز البيع، لكن كيف لو أجر السيارة؟ وين الوجهة الفقهية أنه لو أجر السيارة يقوم بذلك قد أجاز البيع؟ مشتري، أنا كلام عن مشتري طبعا. أين الإجابات؟ شيخ يعني الإيجار عقد تمليك منافع وهذا لا يتم إلا بعد تمليك العين. هو شوف هو صراحة محمد ولا الإجابة الصحيحة أولا. صحيح أن التأجير تصرف في ملك، التأجير والتأجير لا يكون إلا بعد تمام الملك، فهو معنى أنه أجر إذن هو قد أتم البيع فتم له الملك. ما هو خلاص بقى أنا أتكلم على تمام التصرف، سيب الغر من الغر دي ما لهاش دعوة، دي أنت دخلت غلط الآن. أتكلم على تمام التصرف، تمام التصرف تابع تمام الملك، وتمام الملك في زمن الخيار لابد أن يختار، فمعنى أنه أجر فقد اختار، فلما اختار تم ملكه، لما تم ملكه تم التصرف عنده كوقت في هذا ما قلت الوجه الفقهية في هذا. قال وإن كان الوط قال ابن المشتري إجازة أن وط البائع اختيار المبيع فكذا وط المشتري. قال والثاني، لأن في المسألة كلها تابعة لقولي في الأصح، والثاني قال والثاني لا، لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوط، فكذا هنا نعم الفسخ بالعيب لا يمنع الوط إذا وطئ، وكان العيب على الراجح الصحيح أنه يكون له أرش العيب، على الراجح الصحيح أنه يكون له أرش العيب لأنه اختيار هذا 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 الوط قال تمام البيع في نفس المسألة، لكن الكلام ليس على التأجير لكن على الوط. يكون لمن وراء أرش العيب؟ للمشتري وليس له الرد. لو وطئ المشتري وجد عيبا فكله أشبه. قال وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البيع ولا إجازة من المشتري. العرض على البيع ونعرضها البيع ليس هذا فسخ، ممكن يكون له معرض آخر. إيه بقى لو قد يأتيه سعر أعلى، إيش المعرض الآخر؟ هو عرضها البيع، إيش المعرض الآخر؟ يثمنها الثمن الصحيح، يريد أن يرى مغبونا أم لا؟ أنا أريد هوى،
هختنق من عدم هذا هو عامة في هذا الباب أن الأرض على البيع. والتوكيل أيضا فيه ليس فسخا من البيع ولا إجازة من المشتري، لأنها لا تقتضي إزالة الملك وليست بعقود لازمة. والثاني نعم قياسا على رجوع المصير. فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم. فصل وللمشتري الخيار، هو اسمه انتقل هنا الآن. أول شيء تكلم عن خيار المجلس، ثاني شيء تكلم عن خيار الشرط، الثالث يتكلم هنا عن خيار العيب. قال فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، وهذا بالإجماع، إن ظهر العيب فله الخيار في الإمساك أو الرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يحتلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. وهذه مسألة الرد بالعيب، هذه إجماع الرد بالعيب، إجماع في هذا الباب. طب ما مستند الإجماع للرد بالعيب؟ ما هو مستند الإجماع للرد بالعيب؟ قلت إجماع في الرد بالعيب، ما مستند الإجماع للرد بالعيب؟ صراحة جهاد أيضا أتى بها لأنه ما تم ملكه صح؟ يعني جاب السديدة جاءت من جهاد. وهشام أيضا هشام هذا لوحني، مش أسعدني فقط لوحني، بوركت يا هشام والله. حديث العبد الذي رده الصحابي نعم صحيح، جزيت الجنة. هو حديث طبعا ابن عمر باع عبدا كان فيه عيب، نعم كان فيه عيب، ما لذلك انا كنت عارف ان كثير مش هيأتي من الدليل. ابن عمر باع عبدا كان فيه عيب وتحكم على عثمان، فعثمان قال له تقسم انك ما كنت تعلم ان فيه عيب؟ قال لا اقسم، فيعظم اليمين فرده عليه، فلما عظم اليمين ورده عليه رد الثمن للمشتري واخذ العبد باعه بثمن الاغلى، فهذا على الرد العيب. وطبعا في العموم احتج حاتم بعموم القاعدة لا ضرر ولا ولا ضرر. الأصل صحيح، الأصل صحيح. قلما ما يذكر في المسألة صلى الله عليه وسلم، وقلما يسألون فلذلك تراهم لا يحفظهم. قال فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، وهذا بالإجماع مستند كما قلنا الأثار التي ثبتت عن الصحابة، كخصاء رقيق، لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخص والجب، الجب كالخص أيضا ينزل فيها، والخصاء في البهيمة عيب لذلك يرد به، كما قال علماؤنا بأن الخصاء في البهيمة من العيوب التي ترد بها. قال وزناه، فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق. قال وزناه وسرقته وإباقه، يعني هروبه. يبقى إذن الزنا عيب، الزنا في الأمة أو في العبد عيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت يقيم عليه الحد ولا يثرب، قال فليقم عليه الحد ولا يثرب، قال فإن زالت ثالثة قال فليبيعها ولو بضفير إيش حب، وطبعا قال ولا يثرب. فالزنا في الأمة أو في العبد عيب يرد به، والسرقة إن كان سارقا فهذا عيب كبير، لأنه في الحالتين كما قلنا سيضعف بإقامة الحد عليه، وأيضا الأوقات يعني سيظلم السيد في ذلك، فالسرقة أيضا عيب، فإن لم يذكر ذلك عليه وأيضا تكون جناية قبل ذلك مسائل في المسائل فإن هذا عيب. قال وإباقي، يعني هروب، كان ممن يعتاد الهروب فهذا عيب أيضا يرد به. قال وبوله بالفراش، سيعدد العيوب التي يرد بها العبد والأمة، وما أتى إلا في صفات العبد والأمة، لكن عامة الضابط الكبير هو العيب الذي يكون فيه نقص في السلعة، يعني هذا العيب الذي يورث نقصا في السلعة هذا عيب يرد به، وضابط الأمر العيب الذي يورث
نقصا يعني ما يقال ان هو بغير اوزفر يكون عيب فيرد لا لا يورث نقصا في ايش في السلعة. فالذي العيب الذي يورث نقصا في السلعه هذا الذي نقول بانه يرد به او ترد به السلعه لا سيما ان الرد امر مخالف للتقصير العام الرد امر مخالف للتقصير العام كيف ذلك لأن البيع لازم لأن البيع لازم قال وبولي في الفراش إن كان كبيرا طبعا وقال يعني لو بلغ سن السبع وكان كذلك فهذا عيب فإن كان كبيرا وأصله في سن السبع فهذا عيب قال وبقري طبعا رايحة يعني تكون من فمه وهذا يكون من المعدة هذا عيب في المعدة يكون بذلك وهذا يعني أمر فيه ما فيه من العيب الشديد ممكن تشمئز منها النفوس وذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال وأكلت مغافير ما يحب أن يكون ذلك منه بأبي هو وأمه قال صنانه نفس الأمر قال وجماح الدابة يعني بصراحة كان الأولى به أن لا يعدد هذا ويجمله قال وجماح الدابة هو امتناع ركوبها يعني هو تكون دابة جموح ما يستطيع أن يركبها صاحبه ما يطوعها لا تكون مطوعة وهذا عيب كبير لا تكون مطوعة له فهذا عيب كبير قال ورماح الدابة يعني امتناع ركوبها قال وعضها يعني أنها تأكل وهذا يكون في الجمل الشرود يكون كذلك وأن الجمل إذا غضب ممكن يقتل صاحبه لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في معاطن الإبل من أجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الإبل من أجل ذلك قال وعضها وكل ما ينقص العيب او القيمه نقصا يفوت به غرض صحيح اذا غلب في جنس المبيع عدم هذا ضابط ظاهر في مساله ضابط كلي في مساله الرد بالعيب اذا كان ضابط يكتفي به عن تفصيل او يكتفى به عن تفصيل العيوب وعندما قال يفوت به غرض صحيح هذا احتراز احترز أنه لو قطع منه قطعة يسيرة فهذا لا تفوت شيء ولا تفوت مصلحة ولا تعطله عن العمل لا الكلام هو لو كانت اليد أو رجل فإنها تعطله عن العمل فإن تعطل عن العمل هذا يرجع بالنقصان على سيده نعم كذلك إذا قلنا قال إذا غلب جنس المبيع عدمه وهذه ثيوبة في الأمل كبيرة ويمكن أن يرد هذا القيد إلى العين ويحترز به عن قلع الأسنان في الكبير أيضا فإنه لا يرد به بلا شك الكبير أصالة أسنانه تسقط أصالة وهو أخذ على أنه كبير وكذا لا يرد ببياض الشعر في الكبير قال في الاستقصاء وكذا بقطع الأنف لأنه لا يخفى ولا يخلو مع ما ذكره يعني قطع الأنف لا يرد به لما قبل أن تنزل لما لو مقطوع الأنف لا يصح الرد به لما شيخ صبر بيقرأ لما شيخ سعيد مش هيضر بالعمل لا هيضر هذا اختلاق في التنفس يضر الحق في ذلك بان قطع الانف ظاهر كيف يقرر العيب ما هو ظاهر كيف يكون اشتراه هو لو اشتراه قطع الانف ظاهر فاذا لما رد برضه فكده فاكون رد انا عارف العقل عارف عارف انت متوه لا هو بس الاجابه لا مش حد جاب لي كتاب بس الواحد ما اعرفش سامعه ولا ممتاز يا هشام نعم نعم لا لا صحيح اذا قال وسواء قارن العقد حدث قبل القبض أن البيع والحالة هذه من ضمان البائع فكذا جزءه وصفته أنها من ضمان البائع قال ولو حدث بعده يعني بعد القبض فلا خيار لأنه حدث في محل الملك ولأنه بالقبض صار من ضمانه يعني من ضمان المشتري فكذا جزءه وصفته إلا أن يستند إلى سبب متقدم يعني يكون هذا العين يستند إلى سبب كان في يد البائع متقدما أي على القبض أو العقد كقطعه بجناية سابقة يعني كان قد سرق وعليه القطع مثلا أو كان قد زنى وعليه الجلد
فالجلد وهو في يد المشتري نقول السبب كان متقدم، السبب كان في يد البائع، فالبائع يضمن هنا عيب يرد، عيب به الرد. لذلك قال فيثبت الرد في الأصح، يعني إذا كان جاهلا بالسبب ويكون من ضمان البائع، ويكون من ضمان البائع حالة حالة للهلاك على السبب. وأما الثاني يعني قال في الأصح إذا في خلاف، والثاني لا يثبت والأصوات على الأول والأصح، والثاني لا يثبت لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا، لكن يرجع على البائع بالأرش وما بين قيمته. طبعا الأرش معروف كيف الرجوع بالأرش، ينظر إلى ثمنه صحيحا وثمنه معيبا، ويشوف الفرق، ثمنه صحيحا 100، ثمنه معيبا ب80، يبقى الفرق 20، إذا الأرش 20. هذا في القول الثاني، والأول هو الأصح، والأول هو الأصح. قال بخلاف موته بمرض سابق في الأصح، لأن المرض يتزايد فيحصل موت بالزايد، فلا تحقق إضافته للسابق، يعني قد يكون في ضمان المشتري لا في ضمان البائع. وقيل التمريض، وقيل فيه الخلاف في السورة التي قبلها، والحق أنه لو عبر بالمذهب لكان أفضل له من أن يقول بالأصح. قال ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح، ولو قتل بردة سابقة، يعني أن التلف حصل بسبب إيش؟ بسبب كان في يد البائع، كأنه أشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذ المستحق منه، والثاني يضمنه المشتري عن القبض سلطه على التصرف، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. ها؟ نفسها نفسها، نعم. لكن هنا الكلام على مسألة التبادل، في التبادل من الحق أن السبب موجود، السبب موجود، وإن كان القتل كان في يد المشتري لكنه لا يضمن، لكنه لا. قال ولو باع بشرط براءة من العيوب، هذا بائع بشرط البراءة نقف عنده، البائع بشرط البراءة نقف عنده، هذا جيد. الأسئلة، نعم، ممكن ناخد أولهم، لا ممكن نصلي ناخد أولهم تحت، ماذا شايف؟ لو في أسئلة تفضل. قل كيف نفرق بين الصفة والخبر وما هو الضابط؟ الصفة بالتوقيف، الصفة لا تكون صفة إلا بالنص، صفات الله لا فعلها لا تثبت إلا بالنص، وأما الخبر قد يكون فيه النص وقد يكون فيه النص، وأيضا الصفة كمال من كل وجه، الصفة كمال من كل وجه، والخبر قد يكون حسنا، قد يكون كمالا، قد لا يكون كمالا، لكن لا ينزل إلى النقص، لا ينزل إلى النقص، الشرط فيه أن يكون فيه نقص. كقول الله للفعلاء قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد،